يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا عادة وهي إذا حدث خلاف بين شخصين وتبين بعد ذلك أن أحدهما ظالم فإنه يحكم عليه بأن يأخذ غنما ويذهب بها إلى المظلوم ليعفو عنه، فهل يجوز مثل هذا؟ هذا من حكم الجاهلية، الواجب أنه يحكم بالشريعة، يذهبون إلى القاضي إلى المحكمة الشرعية فيعيد المظالم إلى صاحبها، القاضي يعيد المظالم إلى صاحبها ويعيد الحق إلى نصابه. نعم.